اروح للانفراد المهم التالي، معلوماتي. المجلس الاعلى للاعلام لن يحقق مع قناة نادي الزمالك ولا مع الاستاذ مرتضى منصور في شيء. تاني، المجلس الاعلى للاعلام لن يحقق مع قناة الزمالك ولا مع الاستاذ مرتضى منصور في شيء، ولن يرد على اي شكوى من شكاوى الاهلي، ولا حتى المذكرة الاخيرة اللي الاهلي قال له سكت ليه، ولن ينظر من قريب او من بعيد في هذا الامر. ومرتضى منصور غير ممنوع من الظهور في قناة الزمالك، وعدم ظهوره خلال الاسابيع اللي الايام اللي فاتت او مبيع من مداخلات بس، ده برغبته وليس هناك اي منع لي، وربما يظهر في حلقه يوم الجمعه اللي جايه. ربما يظهر في حلقه الجمعه القادمه، والمجلس الاعلى للاعلام لن يحقق لا في اللي بعته الاهلي ولا حتى في البيان اللي هو أصدره بتاع التحقيق مع قناة الزمالك. الموضوع في قولان. قولان. يعني في أكتر من قول. الأول إن كان في حالة غضب من تجاوز الأستاذ مرتضى منصور ضد الأستاذ كرم جبر. فعلشان كده طلع البيان بتاع المجلس الأعلى للإعلام والموضوع اتلم وخلاص. يعني ما كانش البيان عشان سب الأهلي ولا الخطيب ولا التجاوز، الكلام ده كله اللي الناس توهمت أنه كذلك، لا، ده كان فيه أن الأستاذ مرتضى شد شوية على كرم جبر، فكان في حالة غضب، فكرم جبر قال يا جماعة ما ينفعش كده، فقيل حققوا في الموضوع فطلعوا البيان. تدخل أهل الخير ما بين الاتنين وتلم الموضوع وشكرا. القول الآخر إن بعد البيان مسؤول المجلس الأعلى للإعلام تواصلوا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقالوا له يا ريت يبقى في اتصال بينك ما بين الأستاذ مرتضى منصور يا معالي الوزير، وبلاش يطلع اليومين دول عشان نهدي الرأي العام، لان احنا مش عايزين نكمل اكتر من كده، احنا طلعنا البيان بس مش عايزين نصعد ونعمل التحقيقات والكلام ده ونطلع عقوبات. وبناء عليه قيل ان الوزير طلب من الاستاذ مرتضى منصور الهدوء وعدم الخروج هذه الايام وتهدئة الاجواء. وهذا القول ضعيف. القول الثالث ان لما طلع البيان بعض المساندين للأستاذ مرتضى منصور لاموا المجلس الأعلى للإعلام وقالوا ازاي تطلعوا بيان بالشكل ده، ده الراجل كان بيطلع بيدافع عن الدولة ورموز الدولة بتتشتم من الناس اللي رد عليهم مرتضى بأقذر من كده، فما ينفعش تطلعوا بيان بهذا الشكل. فتم صرف النظر عما بعد البيان. القول الأخير إن سبب عدم خروج الأستاذ مرتضى منصور خلال الأيام القادمة اللي السابقة واكتفائه بالخروج تليفونياً، إن أنصاره أو الدائرة المقربة ليه ومستشاريه طلبوا منه إن هو يهدى شوية وما يطلعش بقى على كان خاطر الناس اللي بتهاجم خروجه والألفاظ اللي بيقولها والكلام ده، فنهدي الأجواء عشان ما يبقاش في استفزاز لحد. دي الأربع أقوال اللي في المواضيع. حد هيقول لي ماذا أنت ترى يا عبد الناصر؟ رأيك أنت إيه؟ بدل أنت جبت لنا الأقوالات دي كلها والقولان ده كله والأقاويل دي كلها ودي كلها معلومات. أقول لك إن الأستاذ مرتضى منصور بيعمل اللي هو عايزه ويطلع بمزاجه ويسكت بمزاجه والدنيا زي الفل، وأنا مع الرأي الرابع إن هو الراجل لا ممنوع ولا حد مانعه، وهو واخد هدنة مع نفسه بناء على رأي بعض مستشاريه،
وربما يخرج الجمعة القادمة في حوار على الهواء. أنا يعني أرجح ذلك. أما لماذا لم يتم التحقيق بعد البيان فهذا علمه عند الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندي حدود بقف عندها، وربنا يسهل، علشان خاطر مش ما ينفعش يعني، لازم في الحد ده اقف، عشان ابقى اوف سايد، لان لو اتحركت اكتر من كده هجيب جون، وممكن لو جبت جون يحصل مشكلة، فلازم اقف في الاوف سايد متعمد عشان اهرب من الانفراد. تمام يا رجالة، تمام يا رجالة، دول بس انفرادين مهمين حبيت أقولهم لحضراتكم وتفهموهم بشكل مباشر.